السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا انا اللي غنطلب منك انت او انت، حاول تكمل هذا الفيديو من الاول حتى الاخر وما غاديش نطول فيه باش ما يكونش طوال بزاف. نادى نطيحها عليا انا واحد التهمه ونطيحها على الزاكي واحد التهمه. شنو هما هاد التهم؟ انا مطيحها عليا التجاره في البشر بانني انا كنصيفطها باش الناس معايا باش الناس مع الزاكي، والزاكي مطيحها عليا واحد التهمه ديال انه خطف وغتصب وهادي مالي. دابا غندوي لكم انا على راسي، وانتم كاملين عارفين باننا داك الدابة تفرشت ماشي مره ماشي جوج. بزاف ديال الناس كيقولوا لي انت ظالم نادى، انت ظالم علي، انت ظالم علي. انا ديك السيده انا ما ظالمهاش، السيده عذبتني في حياتي، دات لي فلوسي، دات لي رزقي، ردتني بالمدلول، عارفاني مريض وما كانش كتعطيني الطريطمون ديال الدواء ديالي ملي كنت ديك الساعه عايش معها. دوزت عليا الجحيم في حياتي. انا دابا غادي نهضر معكم وغنديروا النقط على الحروف وغادي نهضروا بالخشيبات كيف ما كنسموهم حنايا. وبغيت الفيديو ديالي يوصل، انا بغيت هاد الفيديو هذا يتبارطاجا، لان الناس الزوينين اللي كيعرفوني زار راه ما عارفين واش غدار، راه ما عارفين واش كيحفر البنادم، راه ما عارفين واش كيكذب، راه ما عارفين واش قلبه خايب. ولكن باش تخلوا هذيك انتم عارفين، يعني اللهم لا شماته، انا ما غاديش نتشمت فيها، انتم عارفين شكون هي، يعني المغرب كامل من طنجة حتى للقويله عارفين شكون هذيك والاصل ديالها، لان ديك السيده درت بزاف ديال الحوايج باش تاديني. دابا غادي نهضر لكم من ابسط حاجه اللي انتم عارفينها كاملين. اخر مره الا بقيتوا عاقلين كانت دارت فيلم هي واللانجري، وكانت قالت اللانجري عيط على نزار والقايده غيتا باش تدخلهم للدار وانا نجيب لهم البوليس. ومن كثره الخبت ديال نادا انها ضحكات على السلطات وصوراتهم وبزاف ديال الحوايج، واي هضره غادي نقولها لكم بالدليل. اللانجري كان عيط لغيتا قال لها غادي تجيو لعندي مدينه مارتيل باش ديروا لي اشهار. صافي مشينا انا وغيتا ضاربين شحال ديال الكيلومترات، وباش خلانا نثيقوا هو انها صيفط لها الفلوس ديال الترونسبور باش تعمر المازوط راكم عارفين. مشينا دخلنا لواحد البارطمون، هذيك البارطمون شنو لقينا فيها؟ لقينا فيها الشراب، وحنا غاديين بنيتنا، مول النية ديما كيربح. قال لنا اللانجري غادي ترتاحوا دابا حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نبداو الخدمة. اشنا هي الخدمة هذيك؟ هي اسطوريات اشارات بحكم حنا مشهورين. غيتا نعسات في الصالون، انا نعس في البيت ديالي انا والمانجر. انا كنعس كنفيق كنلقى البوليس قدامي، وقيت فاهم والو انايا. كنوض كنلقى نادى تاهي قدامي وهي فرحانة زعما راه صافي راه صيفطاتنا. صافي مشينا للكوميسارية قلت لهم اشنو كاين؟ قلت لهم راه الحمد لله راكم شتم ما لقيتو والو، واكبر دليل بانني عمرني درت مع غيتا شي حاجه او ما عمرني مارست مع غيتا شي حاجه، سمحوا لي على هذه الهضره هذه، وما انهم البوليس جاوا لواحد البارطمون وما لقاو والو، لقاو غيتا نعس في الصالون بوحدها وانا نعس في البيت بوحدي باش غنعرف انا البوليس غادي يجيو. عرفت ان ندى كتحفر ليا. دابا في هادشي كامل هاد ندى هادي كتشوفوش انها ضغات على رجال السلطات وضغات على القانون؟ انا دوك الافلام ديالها كتطبقهم حتى على البوليس، كتطبقهم حتى على القانون. عباد الله، هاد السيدة ملي كتشوف دارت بزاف ديال الحوايج خايبين وما تعاقباتش لدرجة أنها وصلت الحقارة ديالها أنها ديرونجي مالين السلطات. هادوك رجال السلطات راه الوقت فاش غادي يعتقوا شي واحد غادي يموت أو شي واحد غادي تكريسا، أنت جالسة كتمثل عليهم وتعيط عليهم وتقول لهم راه راجلي كيخوني مع أنك أنت مولا الفيلم. ملي تفرشات القضية وعرفت بأنها دارت أكبر غلطة، حقاش هادي يومين جبدنا هاد الموضوع في واحد البرنامج ديال سمير الداودي، صونات وبغات تعتقل الموقف. أشنو قالت؟ سمعوا اشنو قالت. الناس كيتهموني بشي حاجه، واش انا جبت الشراب وكريت في الدار وصيفط لك الفلوس درت معك شي حاجه؟ حيت الاخت سميره ولاو فيها اتهامات بزاف. انا عايشه في المغرب وكنعرف القانون وبنت القانون وما يمكنليش نتلاعب هذا السلطه، لانه هذه حد ذاتها جريمه كيعاقب عليها القانون. باش يتهموني هاد الناس على اساس انني مشيت وعطيت للسيد الفلوس وتصدت الفلوس انا وجبت الشراب انا، درتهم خطير راكم كطعنوا في السلطات المغربيه. عندهم شي دليل على انني انا صدت هذا السيد الفلوس وشريت الشراب وكريت الدار؟ يحطوا لي في القانون. وانا غادي نبين لكم بان نادا هي اللي دايره هذا الفيلم كامله وهي اللي دايره التمثيليه هذه كامله. الا انت كنت كتكذبي السوشيال ميديا ما كتكذبش. شوفوا النهار فين دارت لنا القالب وكانت غادي تشدنا، خرجت بسطوري وكتشفى وكتعترف بفم بانها جابتنا من اكادير حتى لمارتين. هانتوما سمعوا. ما اجمل هذاك الشعور. زوين داك الشعور وحق الله يتزوين. وتشديتو في مارتيل، غنجيبكم عاوتاني من اكادير لمراكش، وغنجيبكم لمراكش لطنجه، وغنجيبكم من طنجه للرباط، وغنلعب بكم انا كيف ما بغيت، وغنطيحكم انا كيف ما بغيت، والحبس غتمشيو له ان شاء الله. الا فلتو منها مره ما غتفلتوش منها المره الجايه. شتي دابا انا منين نطليكم ابقى حاديكم غنتوم، واللي جايكم معايا
ما جاي حتى شي واحد. خصني نقول لكم دابا بانه خصكم تخافوا من الخيال ديالكم. في اي لحظه تلقاوني واقفه عليكم هربتوا منها هاد المره سلتو منها ياك سلتو منها. المره الجايه ما غتسلتوش منها. انا جايه انا لكم بالمرصاد. هاد الكلمه هادي بحد ذاتها جبتكم من اكادير حتى المارتيل فيها بزاف ديال الحوايج. الا قدرت تضحك عليكم نتوما الراي العام المحكمه ما غتضحكش عليها. جبتكم من اكادير حتى المارتيل. شنو هي المعنى ديالها تعجبتكم؟ الشرح ديال جبتكم. جبتكم من اكادير حتى المارتيل. شنو هي الشرح ديالها؟ شنو هي المعنى ديالها؟ وملي شافت راسها انها قوداتها سمحوا لي على هاد الهضره هادي طالعه كتقول انا قاريه القانون. انا راكو كنتي قاريه القانون ما غاديش تضحك على السلطات وتقول لهم راجلي كيخوني انت مولات هاد الافلام هادو. واش قلبك كحلت على الدرجه هادي؟ وملي كانت المواجهه ديالي بينو وبين لانجري في اللايف شوفوا رده الفعل ديالو ولا وجهه احمر ما بقى عارف ما يقول لدرجه هرب من البرنامج. صونت عليه نادا وهرب من البرنامج باش ما يعترفش بكل شيء. يعني بزاف ديال الادله اللي ان شاء الله قريب غادي ناخذ حقي ومعايا الاستاذ ديالي اللي غادي يعاونني من الاول حتى الاخر. وانا كنثيق في السلطات وكنثيق في القضاء وانا باغي حقي ناخذه لان هاد السيده هادي طغات طغات لواحد الدرجه ما تصوروش وكتكذب وكتكذب. ان هاد السيده هادي اللي سميتو لانجري ملي نعسنا حنا في ديك البارطمان قبل ما عيط لينا للبوليس صور القيده غير تناسى ودخل البيت ديالي انا والمناجر وصور صورني انا ناعس وصور المناجر ناعس. يعني دونك وكان السيد قاري القانون ما كاينينش في حاله التلبس. انا اللي بقى فيا الحال كون حط لينا الحشيش ولا حط لينا الغبره تما ولا ما عرفت شنو حط لينا المناجر ديالي شنو عليه؟ كان هو غادي يمشي ما عليه والو ما عنده لا ايد لا رجل في هذا الشيء كامله. كون مسكين مشى هباء منثوره ولكن نادا ما كتفكرش في هذا الشيء. نادا ما كيهماش تاد ولا ما تاداش. نادا كيهمها غير راسها. ودابا الخطير في الامر ان السيده مؤخرا ملي تعرفت بانها كانت كتخونني وكانت كتغدرني خرجت قالت السيد اللي كانت كتخونني معاه راه شدها صحه. والخطير في الامر انها قالت انا كنت كنعيط للزكي وكنت كنقول ليه سير خطفه وسير ديلا وسير ديلا. يعني السيده من كثره الاوهام ديالها ومن كثره الخبط ديالها بغات تطردني انا رئيس عصابه بغات تطردني انا بابلو اسكوبار زكي مانيل وانا غنعيط عليها نقول ليه خطف نادا. بيني وبينك شكون اللي كبير انا ولا الزكي؟ وانا شنو عندي؟ نتوما عارفين اني عندي شي فلوس عندي شي حاجه طوموبيل يلا الاخر ماشي ديالي غير مصور بها. غادي نقول الزكي خطفها ودير لها وفعل لها وترك لها والزكي غيسمع كلامي. والشعب المغربي كامل عارف شكون نزار. نزار غير النية. انا غادي نفهمكم ولكن عافاك ركز معايا في هذا الفيديو هذا. في ديك البيريود اللي انا كنت مزوج بها كانت كتمشي تقلب على الزكي كانت متعلقه بالزكي وباقا حد الان متعلقه بالزكي وكتموت على الزكي. وانا هادشي ما عرفوش. دازت الايام خرج من الحبس وكان الزكي اعترف بكل شيء. طلع في لايف ما عرفتش شنو هاد الخلاف اللي دازو بيناتهم واعترف بكل شيء. قال بان مرات نزار كانت كتجي لعندي وكانت كتنعس معايا وكانت هادي وكانت هادي وكانت هادي. انا راه عندي تسجيل ديال الكاميرات فين كنا وفين دخلنا وفين خرجنا وفين جينا ما كاين كلشي. السيده ملي شافت هادشي خرج الراي العام قلباتها وغيرتها قالت بان الزكي شدها صحه وخطفها ودلا ودلا. والسيده دارت واحد الغلط اللي هو فاضح بينات واحد الاوديو ديالي انا وده بسبب ديك الاوديو قالت لك راه اكبر دليل انا والزكي متفقين عليها. نسمعكم هذا الاوديو هذا. اخويا الزكي صافا شفت الله ودي نظرة كتهدك كيف ما صيفطات القيد غير الحبس قالت لك بغات تصيفطك حتى نتايا. وزيدك راه جات لعندي وطلعت مع الطوموبيل وكان مع واحد مزيني هو اللي كان سايق الطوموبيل ديالها. انا كنقول لك هادشي راه موثق فهمتي موثق. المهم اخويا الزكي بغيت نردو الصرف النادا انا وياك راه نديرو اليد في اليد ما بغيتيش تسنى خلاها تقبر لينا كامل. هذا الخوت اول حاجه الاوديو صيفطتو في التليفون ديال الزكي قلت ليه الزكي خلينا نديرو اليد في اليد قبل ما دير لينا شي حاجه. وداك الاوديو شنو قالت؟ قالت داك الاوديو راه فيه زعما خلينا نشدو نادو نصورو نفعلو. لا لا الاوديو فيها لا لا. قلت للزكي خلينا نديرو اليد في اليد ومشيو ندعيوها وسير اعترف وقول بانني انا نعست مع مرات نزار وانا غنسمح ليك ولكن بشرط انه يمشي للسلطات ويعترف. ولكن هي ما فهمتهاش من هذا المنطق. هي حاولت توهمكم وكذبات عليكم وقالت لكم بان داك الاوديو ديال خلينا نديرو اليد في اليد وانك خطفنا هذا وصورها ودير الاوديو ما فيش. انا كنقول بفمي سير خطفها وسير دير. لا الاوديو فيه خلينا نديرو اليد في اليد. وانا في سرد داك الاوديو الاوديو فيه وغنعاود نقولها لكم بان كنقول للزكي زكي سير عند البوليس وسير اعترف بكل شيء وهذا وعد من عندي كنوعدك انني غادي نسمح ليك لان واحد الانسان بكل جرأه غادي يمشي عند البوليس وغادي يعترف راه ماشي سهله. واول حاجه سولوا راسكم هذا السؤال الاوديو انا صيفطته للزكي من التليفون ديالو كي داير باش ولع عندنا هذا فهمني. سولوا راسكم هذا السؤال الاوديو انا صيفطته عند الزكي في تليفونه كي داير باش ولع عندنا هذا طبيعة الحال ما غتعرفش وانا غنفسر لكم. هادي 17 يوم ولا ما عرفت شحال يعني غير مؤخرا ملي خرجت غيتها من الحبس قبل ما تعاود تشد ماشي بزاف
نادى مشات عند الزاكي مشات بالطوموبيله ديال امها ديال الحريوده. هانتي ما شاف الفيديو. وصونات عليا من تليفونه وشنو قالت لي؟ بس بقات عليا قالت لي نزار حنا راه طلقنا وحنا راه مطلقين باش ما نخرجش نهضر ونغوت ونقول رانا دمشات عند الزاكي رانا ده هادي رانا هادي. تبتاتني بهاد الكلمه ديال الطلاق. هانتوما سمعوا الصوت ديالها. هادي روح عند الحكومه قول لها قالت لك هذا بوسطي حيت انا ما هزتش التليفونات ديالي. خفتو ينهرس ليا التليفون خفتو ينهرس ليا التليفون طلعت. طلعي طلعي الحكومه بالروج ولا طلعيها. قالت لي المحاميه انا باقي وقت راسها قالت لهم هذا قديم ماشي مشكل لكن هذا قديم انا غنوريكم لاداط ديال داك الاوديو انتما شوفوا نكمل لكم. مشات لعندو بخاطره بالاراده ديالها ما مختطفه ما والو. هذا الفيديو هذا ما دايزاش عليه بزاف. مشات اداها للدار الناس معاها وهي مازال في الدمه ديالي ومازال مراتي ومسجله وبزاف ديال التسجيلات ما غاديش نقدر نبينهم تنبينهم للسلطات. دازت الايام خرج المحامي ديالي في واحد الخرجه وقال كيفاش هاد السيده هذه مرات الراجل وعيشة مع واحد بخير ولا خير مع انفو قالت لي طلقت وانا مشيت صرحت بها قلت صفرة مراتي قالت لي راه طلقات خرجت ليها طاي طاي ولات مع واحد خونا عايشه معاه في الدار كيمشي طليها شعرها عايشه معاه بخير ولا خير عايشه معاه وهي مازال في الدم ديالي. خرج المحامي ديالي واحد الخرجه اللي هي هذه مؤخرا لينا كنشوفوا ان هاد المشكى بها اللي تعمل على نشر واحد الفيديوهات مع واحد الشخص على الرغم انها ما زالت تعتبر زوجة السيد محمد السبيتي المعروف بنزار السبيتي. ديك الساعات بدات كطلع في لايفات وكتبكي وكتضحك. انا ما راكم عارفيني ما كنعرفش نشرح وما كنعرفش نوصل الفكره. طلعت معها في لايف وقلت لهم هاد السيده هذه اللي كتهضر هي اصلا مشات عند الزاكي بخاطره ومشات نعسات معاه ولكن انا ما عرفتش نشرح. شدت عليا واحد الكلمه لان ما عرفتش المعنى ديالو ولكن الحمد لله المحكمه راه كتفهم هاد الشيء. قلت لهم هاد السيده هذه اللي كتهضر مشات عند الزاكي هذه غير مؤخرا ومشات نعسات معاه وانا عارف بانها نعسات معاه. قلت واحد الكلمه اللي شداتها عليا اللي ما عاد ما تصور بديك الكلمه حقاش حنا في بلاد الحق والقانون. قلت بان نعسات مع الزاكي بالموافقه ديالي. انا غنفسر لكم هاد الكلمه ديال بالموافقه ديالي اللي باقا حد الان شاده غير داك المقطع وقالت لك كتفتخر به ولكن داك المقطع الا مشى للمحكمه انا غنبين لهم السبب اللي خلى داك المقطع يكون. هادي اللي ما ضرباش ليها الف حساب. يلا دابا حلو معايا ودنيكم وانا غنفسر لكم داك المقطع مزيان. كنا طالعين في لايف وقالت لي كتضحي عليهم. قلت لهم هاد السيده هادي اللي قالت لك دير فيها الشريفه العفيفه كان صون عليا الزاكي وكان اعترف ليا بكل شيء قبل ما تمشي لعندو. قال لي نادا راه كانت كتنعس معايا وانت ما في بالك والو انا ما تيقتوش اللي شحال تعطيني غادي نعيط ليها وغتجي لعندي وغتهضر معاك من تليفوني. قلت لي هذا مستحيل دير هذه القضيه هذه بلا ما تحلم بزاف. قال لي نزار نتحداك. قلت لي صافي تحداني. قلت لي شوف الا جات لعندك بصحتك ومن واحد الناحيه مراتي الا مشات لعندو برجليها ما تلومونيش انايا. ديك السيده مولفه هذا الشيء مولفه كتمشي عند الرجال وهي مازال في الدمه ديالي. قلت لي صافي الا مشات لعندك وكانت هذه الهضره ديالك بصح نسمع اخويا ما عنديش غرام ديال المشكل ولكن ماشي هي اللي قلتها لي. انا قلت للزاكي لان ما تيقتوش حتى كدوز الايام وكتولي هاد الهضره هادي بصح وكتمشي لعندو. هذا هو السبب ديال نادا نعسات مع الزاكي بلا موافقه ديالي ماشي انا اللي صيفتها ولا كان عندي شي دليل ولا شي اوديو ديالي كنقول لها سيري عند الزاكي تخرج تبينه لان القضيه غتكبر وانا ما بغيتش نقول بزاف ديال الحوايج باش ما نوضش التخلويط في القضيه. عارف الاوطيلات اللي كنت كتمشي لهم مع الزاكي وعارف بزاف ديال الحوايج وهادشي ما غنبينوش. الحمد لله صيفطت الناس ديالي وكاع الكاميرات والمعلومات كاينين. هادشي ما غاديش نقدر نبينو في الفيديو هادشي غادي نبينو في المحكمه.